أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على أن انهيار مجلس التعاون الخليجي هو انهيار لآخر معاقل التعاون العربية. واعتبر محللون أن ما جاء في تصريح سمو أمير الكويت ردا صريحا على الحملة الإعلامية التي يقوم بها النظام القطري ضد منظومة مجلس التعاون بهدف التقليل من دوره المحوري في المنطقة وتلويح بالانسحاب من المجلس.